متواجدين اليوم في مدينة دبي الأكاديمية، حيث يقام معرض السيارات كار شو التابع لجامعة الإمارات الأمريكية. خلكم ويانا. صراحة شكر كبير للجامعة الأمريكية في الإمارات، خاصة أن تعمل فعالية للسنة السابعة في مجال كل ما يخص السيارات. يعني اليوم الطلبة والطالبات رغبتهم كبيرة في هذا الشيء، أنت تشوفين حتى أنا أمام مش بس محصور، أصبح يعني حب السيارات أو تطوير السيارات أو تعديلها على الطلبة على الأولاد، ولكن حتى على البنات القسم النسائي. أنا شفت سيارة نقل لي هاي مطورتها بنت ما شاء الله طالبة، اليوم حتى صار قانون لله الحمد، يعني شكرا لهيئة المقاييس والمواصفات على احتضان من مجلس الوزراء القرار بالسماح لتطوير السيارات وتعديلها تحت نطاق قانوني ومعايير دولية. اليوم نحن إذا عطينا المجالات للطلبة يمكن حد يطلع منهم خبير في مجال السيارات، يمكن في تعديلها، يمكن كمهندس. يعني اليوم إذا نتكلم عن صناعة السيارات أو كل ما يخص صناعة السيارة يقارب أكثر من 9% من اقتصاد العالم. يعني أنا أتكلم عن صناعة، أتكلم عن اقتصاد، أتكلم عن تجارة. هذا المعرض هو المعرض السابع السنوي اللي تقيمه الجامعة الأمريكية في الإمارات، وهذه السنة أصبح هذا المعرض هو متميز جدا، لأن في مشاركة 120 سيارة بصراحة من مختلف أنواع السيارات الكلاسيكية والمودرن والمعدلات وإلى آخره. وهذا نشاط طلابي، نحاول قدر الإمكان نشرك الطلبة في هاي الأنشطة لزيادة معرفتهم، تعرفهم على أنواع السيارات، أخذ فكرة بسيطة عن هاي الأمور. نحن معهد مواصلات الإمارات تابع لمؤسسة مواصلات الإمارات، كأول معهد حكومي في إمارة دبي، كمزود لخدمات ترخيص السائقين لهيئة طرق المواصلات. نحن اليوم موجودين في هالمعرض بالشراكة مع مدينة دبي الأكاديمية والجامعة الأمريكية في الإمارات، ندشن أول سيارة خدمة بي آي بي مع شراكة مع شركة تسلا، هي كأول خدمة سيارة بي آي بي، أول سيارة صديقة للبيئة من ناحية التدريب البراكتيكال اللي هي التدريب العملي. والمعرض هذا يقدم خدمة كشو حق مزودين سيارات، وخاصة سيارة البي آي بي والكلاسيك وغيرها. والحمد لله يعني تمنياتنا المستقبل إن شاء الله في مزيد من توجهات هذه في مجال تعليم السياقة.